وما توفيقي إلا بالله. فالمؤمن يعبد الله ويستعين على عبادته. سيدنا يوسف قال: ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فالمؤمن الموحد لا يرى عمله بل يرى فضل الله عليه، لا يرى استقامته بل يرى فضل الله عليه، لا يرى حجم عمله الصالح بل يرى فضل الله عليه. فأولاً لا بد من توفيق الله حتى ننجو من الفتور كمرض. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. شيء آخر: القصد والاعتدال في الطاعات بلا إفراط ولا تفريط، لأنه كان عليه الصلاة والسلام كان عمله ديمة مستمر، وأحب الأعمال إلى النبي صلى الله عليه وسلم أدومها وإن قل، فالعمل المعتدل يستمر، أما العمل غير المعتدل لا يستمر. فمن أجل ضمان استمرار العمل الصالح وأداء العبادات ينبغي أن تكون في الحد المعتدل حتى تستمر. إن لأهلك عليك حقاً وإن لزورك عليك حقاً فأعطِ كل ذي حق حقه. لذلك روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. يعني استعن على طاعة الله بأخذ قسط من الراحة. وفي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوماً فوجد حبلاً مربوطاً بين ساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا: حبل لزينب إذا فترت تعلقت به. فقال: لا إله إلا الله، أم المؤمنين ربطت الحبل تقف تصلي، فإذا فترت وتعبت أحست بشيء من التكاسل أو التراخي فتعلقت بهذا الحبل لتقيم نفسها بين يدي الرب. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: حلوه، يعني انزعوه. ثم قال: ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد ليستريح. العبادات المعتدلة وتطبيق سنة النبي المعتدلة الوسطية أعون على استمرار هذه العبادات. وفي الصحيحين من حديث أنس أنه جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها، أي وجدوها قليلة، فقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا أصلي الليل أبداً. وقال الآخر: أما أنا أصوم الدهر لا أفطر أبداً. وقال الثالث: وأما أنا فأعتزل النساء.
لا أتزوج أبداً. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إنني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكنني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس من أمتي. هذا المنهج. أيها الإخوة، بند ثالث يعين على إلغاء هذا المرض العضال، مرض التكاسل في الطاعات وأداء الأعمال الصالحة، التدرج في الطاعة. معنى التدرج لا أن يصلي الفرائض ثم السنن، معنى التدرج لا أن يؤجل الصيام حتى يتقن الصلاة، معنى التدرج ليس كذلك، معنى التدرج أن تبدأ بالأسهل فالأسهل. الله عز وجل قدم بذل المال على بذل النفس في آيات تزيد عن 20 آية: جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. بذل المال أيسر من بذل النفس، فالتدرج أن تبدأ بالأسهل فالأسهل وبالأحب إلى قلبك. أن تبدأ مثلاً قيام الليل، إذا كنت ممن لا يقيمون الليل، أن تبدأ بركعتين أو ركعة أو 3 ركعات حتى تصلي 11 ركعة، ولتبدأ بأحب العبادات إلى قلبك. إذا فتح الله لك باب الدعوة ابدأ بالدعوة إلى الله، وإذا فتح الله لك باب الذكر ابدأ بالذكر، وإذا فتح الله لك باب الإحسان للفقراء ابدأ بهذا الباب، وإذا فتح الله لك أبواباً ابدأ بأسهلها وبأحبها إلى قلبك. لذلك يكون هناك شوق للعبادة والطاعة. أيها الإخوة، تقول السيدة عائشة والحديث في البخاري: إن أول ما أنزل من القرآن سورة فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، لا تزنوا، لا تشربوا الخمر. تقول السيدة عائشة: لو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر ولا تزنوا لقالوا لا ندع الخمر ولا الزنا أبداً. هلأ بالدعوة ابدأ بالأسهل فالأسهل، أقنع الناس بوجود الله، أقنعهم بكماله، أقنعهم بوحدانيته، انهاهم عن الكبائر، عن المحرمات، وهكذا. الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز حين جاء ولده عبد الملك وهو شاب في ريعان شبابه، لم يبلغ 17 من عمره، لما تولى والده الخلافة وبويع في المسجد وذهب عمر ليستريح قليلاً، فذهب إليه ولده وقال: يا أبتي ماذا تصنع؟ تنام قبل أن ترد المظالم إلى أهلها؟ ما لي أراك لا تحمل الناس على الحق؟ ثم قال الولد بحماس فوار وإخلاص كبير: والله لا أبالي إن غلت القدور بي وبك في الله، يعني لا أبالي إن وضعت أنا وأنت في قدر يغلي فيه ماء ما دام العمد لله. فقال عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد والعالم الفقيه: يا بني لا تعجل، إن الله جل وعلا ذم الخمر في القرآن الكريم 2 مرات وحرمها في 3، وإني أخشى أن أحمل الناس على الحق جملة واحدة فيدعون الحق جملة واحدة فتكون فتنة. هكذا فهم الخليفة الراشد، يعني احمل ابنك على الصلاة أولاً. أما أن
تحمله على كل الطاعات معاً قد لا يستطيع. التدرج أفضل من الطفرة. الشيء الآخر الذي يعينك على إلغاء مرض الفتور صحبة الأخيار من أصحاب الهمم العالية. يعني سأوضح لكم هذا، ائتي بمستطيل رمادي اللون، ضع له إطاراً أسوداً تتوهمه فاتحاً جداً مع الإطار الأسود، المستطيل نفسه الرمادي ضع له إطاراً أبيضاً تراه داكناً، هو هو. فأنت حينما تصحب الأخيار تتفوق، أما إذا صحب الإنسان الأشرار يرى نفسه ولياً ولو لم يعمل عملاً صالحاً. فلا بد من صحبة الأخيار، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لا بد من صحبة الأخيار حتى تستطيع أن تعبد الواحد القهار. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. أيها الإخوة الكرام، يقول أحد العلماء: إن من الناس ناساً تذكرك وجوههم بالله عز وجل، بل إن أولياء أمتي إذا رؤوا ذكر الله بهم. فضلاً عن كلامهم الرائع وعن أفعالهم وعن تواضعهم، وإن من الناس أناساً تذكرك وجوههم بالشياطين ويرغبونك بالمعاصي والآثام، وتستثير كلماتهم شهواتك وتحرك وجوههم غرائزك. إياك أن تصحب هؤلاء، اصحب الأخيار الأطهار الأبرار ممن يذكرونك بالعزيز الغفار ويذكرونك بمنهج النبي المختار. سادساً، ضع لك برنامج عبادي هو عمل يوم وليلة فيه الأذكار والصلوات والقرآن والذكر والاستغفار والمحافظة على الصلوات في الجماعة والمحافظة على الورد اليومي للقرآن والمحافظة على أذكار الصباح والمساء والذكر المطلق. هذا كله مما يشدك إلى هذا الدين العظيم ويجعلك تتألق في حياتك الدنيا قبل الآخرة. لذلك من أدق الأحاديث في هذا الموضوع كما ورد في الحديث القدسي: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أيها الإخوة، ذكر الجنة والنار، أي أن تعيش المستقبل، أي أن تعيش المصير الأبدي، هذا أيضاً يعينك على مداومة الطاعات والتقرب إلى رب الأرض والسماوات، ففروا إلى الله. شيء آخر، فهم السنن الربانية. يعني هذا الكون له سنن، أنت لو أردت أن تغير المجتمع في ليلة وضحاها لا تستطيع،
وإن لم تستطع تصاب باليأس. المنطلق أنك لم تفهم حقيقة السنن الإلهية، الأمر يكون بالتدريج. فلذلك الإيمان يحتاج إلى نفس طويل، ولقوله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ومن أسباب البعد عن الفتور أو معالجة الفتور حضور مجالس العلم، لأن الإيمان في المجلس العلمي يتجدد ويقوى. وشيء أخير هو أن الإنسان إذا ذكر الموت هادم اللذات، مفرق الأحباب، مشتت الجماعات، لا يذكر الموت في كثير إلا قل له، ولا يذكر الموت في قليل إلا كثره. الذي معه أموال طائلة إذا ذكر الموت ذكر أنه سيوضع في قبر ولا شيء معه، والذي يعاني ما يعاني إذا ذكر الموت ذكر جنة عرضها السماوات والأرض أعدها الله لعباده الصالحين. فالموت إذا ذكر في كثير قلله، وإذا ذكر في قليل كسره. من هنا يروي الترمذي بسند صحيح من حديث أنس: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. الوصية الأخيرة أن صحابياً جليلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك. فقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. أيها الإخوة، الحقيقة الدقيقة أن الإنسان ما لم يستقم على أمر الله لا يستطيع أن يقطف من ثمار الدين شيئاً.